لحظة إعلان الفائز في أمسية كورة هذا المساء بعد خمس تحديات خاضها الفريقين، شاهدنا أداء ممتع، أداء مميز، فيه تفاعل وتصاعد، أداء متنافسين جميلين. هناك خمس تحديات لكن انتهى لصالح فريق واحد. أنا بشكل عام كابتن حبيب إذا أترك القرار من يصعد بهذه الحلقة لجنة التحكيم راح يصعدون الفريقين مثل ما صارت في حلقات سابقة، ولذلك راح أترك لك المجال أنت تعلن الفائز إن شاء الله. طبعا احنا نشكرهم لانه بصراحه اليوم تمتعنا بالحلقه، تمتعنا بالتحديات، ولازم يطلع اليوم فائز وخاسر، يعني هي لازم نصعد احنا للادوار المقبله ان شاء الله. نقول ال 77 هارد لك ومبروك 47. يلا احتفلوا، هاك 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 هوس. ابانا بعد بحيله، هيله عليهم هيله. بالتأكيد لا يوجد خاسر في برنامج كورة، مجرد المعايشة مع نجوم الكرة العراقية وتسليط الأضواء على الفرق هو مكسب لفرقنا الشعبية بكل مكان. مشاهدين الأكارم، نبارك للفائز، هارد لك للخاسر. بالتأكيد نلتقي غدا، السلام عليكم ورحمة الله.